نخليكم مع هذا الفيديو وكل واحد يعطينا الاتحادية من راهي تسير من خارج الجزائر ولا من داخل الجزائر. يعني هذا الكلام المفروض كان يخرج يتصرح به صادي، ولكن شوف، وعادي جدا أنه يرحل، وعادي جدا كذلك أنه الناس تعاطف معه لأنه حبوه، وهذا شيء طبيعي، هذا يشرفه ويشرف كذلك الجمهور الجزائري على وفائه، لأنه هذا منتخبنا كلنا، ومن حق أي واحد أنه يفرح ولا يحزن ولا يغضب ولا يشجع. فلازم أيضا جمهورنا يقبل بالجهة الأخرى، سواء من اللي يحبوه أو من اللي مش نقول يكرهه، لا أبدا، من اللي ناس يعتقدوا بأنه جمال بلماضي ما عنده انتهت بعد 5 سنوات. كثر خير وبارك الله فيه. لا، مش قضية أنسب. أولا السوق ما فيهش مدربين كثر، ثانيا نبحث عن المدرب الملائم للجزائر، لأنه عندنا خصوصياتنا الفنية والإعلامية والجماهيرية. فمن هو المدرب الذي يليق بنا في هذه الظروف؟ صعب جدا أنني نحده، لأنه السوق ما فيهاش خيارات كثيرة جدا. ولكن نتمنى له مهما كان يوفق. المادة الخام موجودة صدقيني، لأنه عندنا لاعبين ممتازين ممكن يكون منهم منتخب، وممكن يخوض تصفية كأس العالم القادمة بأريحية كبيرة جدا. فلذلك من هذا الجانب أنا مش متخوف أبدا. كثير من الأسماء تداولت على طبيعي، حتى الأسماء التي تم تداولها عادي وطبيعي. أعتقد بأنه الأقرب حسب آخر الأحصاء، ممكن اليوم أو غدا سيتم الإعلان عن ذلك. إن شاء الله نتمنى له التوفيق، نتمنى منتخبنا يعود يرفع رأسه مجددا، لأنه ضربتين في الرأس توجع شوية في نهائيات كأس أمم إفريقيا، والضربة الكبيرة كانت الخروج من كأس العالم. ولكن الضربة الكبيرة ما لازمش نساوها هو أنه فزنا بكأس إفريقيا في ظروف صعبة في 2019. هذا يحسب لجمال بلماضي، ولا واحد يقدر ينزح له، ولا واحد يقدر يقول بأنه مدرب فاشل أو ناجح بالمطلق. مدرب نجح وفشل مثله، مثلي أنا، مثلك أنت، مثل أي واحد، وهذه سنة الحياة. تبين لي درك بالجد توضح شوية الأمور. يعني هذا البيون اللي أنا حاطينه في الاتحادية يعني لا علاقة يعني لا بالتسيير ولا باللي نح ولا باللي جاب ولا باللي دار. تبين لي باللي رامي يسيروا فيه ناس واحد أخرين، لكن شكون هذو الناس وكيفاش راهي تمشي الاتحادية؟ الله أعلم. ليسونسيال كل واحد يشترك في القناة ويخلينا تعليق.